هنكلمكم عن الظاهرة الغريبة اللي ظهرت في البحر واللي مرتبطة ما بين السحاب والمية، واللي يعني ذكرت في القرآن الكريم، واللي كان ليها أكتر من تفسير علمي وديني، وكل ده هنستعرضه معاكم حاليا. الظاهرة اللي ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي كانت عبارة عن ان زي السحاب كأنه بيتفتح وبيكب مية بشكل كبير جدا على البحر. منظر كان رهيب، منظر كان مهيب زي ما بيتقال، وده كان نتيجة الأمطار والرعد والبرق والغرق الكبير اللي حصل في نوة المكنسة من كام يوم في اسكندرية. الظاهرة دي اللي هي أثارت اهتمام الجميع، ويعني تعرف باسم قنبلة المطر، ودي اللي فسرها المركز الوطني الليبي للأرصاد الجوية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال إن هي عبارة عن تفريغ المية من السحاب ونزولها كتلة واحدة ومش بشكل متناثر. يعني معروف دايما ان الشتاء الامطار بتنزل بشكل متناثر عبارة عن نقط، لكن ده بتتجمع النقط دي كلها بكتلة واحدة وبتنزل مرة واحدة، فبتنزل بشكل مهيب وبشكل يعني صعب شوية، والناس بتفتكره انه امر من يعني مرتبط من علامات القيامة، لكن في الحقيقة هو امر غير ذلك خالص. لان المركز الموقع الرسمي للمركز الوطني الامريكي لخدمات الطقس قال انها ظاهرة مناخية، هي عبارة عن تدفق مفاجئ للمطر وبينزل ككتلة واحدة، وبتحصل اثناء يعني تكون العواصف الرعدية، والتي يقل نطاقها عن 2.5 ميل. يعني الناس اللي بتشوف الفيديوهات اللي احنا نتكلم عليها دي، ده الوضع ده مرتبط به ان المطر لما بينزل ككتلة واحدة، وبتحصل اثناء تكوين العواصف الرعدية والتي يقل نطاقها عن 2.5 ميل. وقال برضو ان هي يمكن ان تشكل في بعض الاحيان تهديدا للحياة. يعني دي لو مش نازلة على البحر زي ما احنا شفناها، دي لو التكتل ده تجمع مثلا، لو يعني زي ما احنا شايفين هنا، لو تخيلوا السحاب كله بينزل كتلة واحدة على كتلة مية كبيرة على البيوت اللي احنا شايفينها حاليا دي، بيبقى الوضع صعب للغاية. يعني ممكن يسبب انهيار للممتلكات وتهديد لحياة الناس. ولكن الاصعب من كده ان اللي احنا نتكلم عليه لما السحاب فجأة بينزل المية اللي احنا نتكلم عليها دي، ده بيبقى اصعب على الطيران. يعني لو في طيارات بتعدي في نفس النطاق ممكن تؤدي الى تدميرها وسقوطها بشكل تام. عشان كده هو بيسبب تهديد للطيران، وعشان كده ساعات بيتم وقف حركة الطيران في ظل الاجواء المناخية الصعبة. وقال ان هي اصلا مش معروفة بشكل كبير، لكنها كثيرة الحدوث، يعني عدم معرفة الناس بيها لا يمنع ان هي ايه بتحصل اصلا. وقال لك ان هي يمكن تصل سرعة الرياح الى 150 ميل في الساعة في حالات الوضف الشديدة، والتي تعرف باسم الاندفاعات الميكروية. يعني الظاهرة اللي احنا نتكلم عليها دي هي ظاهرة معروفة باكتر من اسم، اسمها ظاهرة الوضف او الاندفاعات الميكروية، او زي ما قال المركز الليبي وسماها بقنبلة المطر. دي اسامي مختلفة. الظاهرة دي اصلا يعني متواجدة في القرآن الكريم وفي سورة النور في الآية 43، وموجودة ايضا في سورة الروم في الآية رقم 48. دي تفاصيلها الموجودة حاليا في القرآن الكريم. بيقول ايضا ان اسباب حدوث الظاهرة الجوية هي العوامل، يعني احتباس الهواء الجاف متوسط المستوى، والبرودة اسفل قاعدة سحابة العاصفة الرعدية، والتسامي اي عندما تكون قاعدة السحاب فوق مستوى التجمد، ووجود مطر وبرد داخل العاصفة الرعدية. دي اللي احنا بنتكلم عليه ده، الظاهرة دي كانت موجودة خلال نوة المكنسة، واللي يمكن كان متواجد فيها اكتر من السبب. يعني الاسباب اللي احنا ذكرناها لحضراتكم كانت متواجدة في نوة المكنسة، وده اللي خلى الوضع صعب للغاية. يعني خلينا نشرح مع حضراتكم، لو حبينا نعمل زوم حاليا، الظاهرة دي عبارة عن ان المية السحاب يعني بينزل كتلة واحدة على البحر، وبتسبب يعني زي موجة كبيرة، مش موجة لكن هي اشبه به زي خرطوم كبير مفتوح كده من على السماء ونازل مرة واحدة
على المية. الظاهرة دي حاليا هي مش موجودة لان احنا حاليا الطقس تحسن. الظاهرة دي كانت موجودة يعني من خلال نوة المكنسة اللي كانت ضربت اسكندرية من كام يوم. حاليا احنا بنشرح لكم الوضع بعد تداول الفيديو او تداول اكتر من فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص تلك الظاهرة. بنقول لحضراتكم برضو ان الظاهرة اللي احنا بنتكلم فيها دي مرتبطة بالنوات، ومن المتوقع حدوثها مع النوات القادمة على اسكندرية. يعني اسكندرية اصلا متوقع لها نوة اكبر بكتير من اللي احنا اتكلمنا عليها. النوة دي كانت في شهر 11 نوة المكنسة، النوة القادمة هتكون في اول شهر ديسمبر، واللي يعني متوقع لها يعني امر صعب للغاية، ان هي نوة قاسم هتكون فيها امطار بشدة، ومن المتوقع ايضا ان هي تظهر مرة تانية. يعني ظاهرة الوضع اللي احنا اتكلمنا عنها دي حاليا من المتوقع ان هي تظهر مرة تانية من خلال نوة قاسم اللي هتكون في اول اسبوع من شهر ديسمبر المقبل باذن الله. وده اللي بيتبعه يعني تحذيرات كبيرة من محافظة اسكندرية اللي شهدت غرق خلال الايام اللي فاتت، وكانت اجواء فيها صعبة للغاية. عشان كده بنقول لحضراتكم نخلي بالنا من الجزئيات دي، لان امر هيكون صعب للغاية في حال حدوث الظاهرة دي. يعني من نعمة ربنا على الواحد زي ما قلنا لحضراتكم ان هي ما كانتش نزلت على المباني اللي احنا شايفينها حاليا، لا، لكنها حدثت داخل البحر وتم رصدها يعني بعدسة بعض الموبايلات. ويعني لو كانت حصلت على احد البيوت او كده كانت سببت انهيار تام وخسائر مادية وبشرية كبيرة للغاية.